ننك لما ويديو فيما ضرب امرأته فيما ضرب امرأته وحو حاسكي سوكو قرع لما ويديو نين حاسكي محيو كدل لما ويديو ورسالتهم حي قونصتي محاد ودي شيء جوابا كو قنعنين أما كاخة تليسة أما يحيي حدا لقوله كراه مركا أبحي بداس حقك وروح وضمر ومساكين وولا لها وحاسك هذه وأم سبيانك وعيالك هكو حد قد بي الله كعب سجد أواني هو سأودقين ملاك وحسن لما أدقوا هذيك لو حاكا أقول كوي ما نيسي جواب هذا كان حساء ما بيرك كالب بحضة لا يسأل الرجل ننك لما ويديه فيما ضرب امرأة حاسك سيوحي كده لما ويديه ولا تنم إلا على وتر ونسيت الثالثة قسوا حديثك لها رواه أبو داود وغيره قسوا حديثك لها ولا ليلى أشعث بن قيس ليلى هذا أياها بين سيدنا عمر صومرتي ومرتي الصور عمر بن مرتي صوري والله سيحضي حل السقد حقا ومبوحان كنت وصول مغلب عمر وإسلانتي قراعة هاي سيدنا عمر وإسلانتي قود بن هيا وان سبب وان كلقبته وحاري وعمر بن أكاد إسلانتي حقا وان كلقبته هبين كاس ومركا عمر يجيب الحديث النبي عن كم قال صدق حاله والنبي عن كم قال عن كوشة من ده حلقة يبا إن أشعث سؤالي سبته وسنم حي أدي حلقة إنسان تقوله محي تاي إنه وردين ويا لقى يبا كدي من الحديث النبي عن كم قال وش شيء صدق عن رمضان النبي عن كم قال عن كوشة يقول من ده كوبات لا يسأل الرجل في مضار امرأة تاني لما ودي حاسكيم حكود لو يقان قصدا يحديث كان عام الله صمت لو يقان ويقوليها وينك قول بنت هذا الشيء ما هي يا رب انا بعزوك قاري اد بيو يقانا ويكور خبر عقل ويلي ولا تنم الا على وتر اظن صلاه دي وتر كتكنها سيحني كان عشاء تكت وركعتين قال وتر كدفو وانت سوردو كلا تكتي وتر لانها سيحني اش عند قيس حلو ونسيت الثالثه دردار انك اصلح الله ما بيقول حاكم باشا الروايه او اه او كدر وحوله يا مدك لما ويديو نينك ولا له يوج عليها يا تعش لما يدادو وهو الخطر وحكمه ولا لها كل شيء لم يددك بأ يا دوش عشها يا دوكل صونتها يا دوسكتها مركا هو لو كوي مادان هذا لا تشطها لما يداد معايا لك معايا مريس وركي كو كلو قارها هي عقدت بي كو قادي هذه ولا لها وذكر لما ليس هل وحي وراقي سمسي حتى هي بالبوء حلاب على قدي عدالة دوما ماشي كل دومي اذا هذا أردت هذا قرب إيش عرور مدح إسقلي سو إيش هيستو وعلى كلا دنتينا أنت بدون والد بس كدلة وفر صديبه أغريه وش هيا ذا تجربة أنكو هيا استغراء أنا مسوي تبين كرتار هذا أردت عرور وذا أردت أو إيش كلا سقطة أو إيش كدلة بن أو نستعلين أما بهي بدن هن نقدين أما هل بهن نقديني لبكا وحقدم بيا والدك حقدم بيا والدك هذو كيرنا إلى دور ولالك كاوين والد بكويا كامر قاضو كضم بي أو لغو أبا بيو والدك سكوين أبو قد غني والد قد غني كوين اللي إذا ولالك كاير أن حريص أو لسوح العليو صغير كبير وضي قبصان هيا دولة تعطينا غنيا لكن مركو والدك باشا كدام ما هو أيو لكي في أنا بنان فمركاسي بلابطا وركينا الفانتين ما في الآية مركن نبيك ان حاسس كبن سلاليه رواه ابو داود بحديث كوريي وغيره يا غير كيبا سكت عليه ابو داود حديث كاني وما سكت عليه ابو داود على قاعدته وما هي فهو صالح عنده وحسن اسناده الضياء المقدس في المختاره وصحى اسناده الحاكم وسكت عليه الذهبي سكت عليه الذهبي صحى اسناده الحاكم وحسن إسناد وضياء المقدسي وسكت عليه أبو داود مركا أصون حديث يكون حسن يا هيبة معقولة هل ولاد باكوتشرا ولا عبد الرحمن أبو وبرة المسلي ليلى هذا سنة كيس كوتشرا وأنك كورني حديثك أشعث بن قيس عبد الرحمن المسلي أبو وبرة عن الأشعث بن قيس عن عمر وي محامر كان يمكن عاسى حافظ حلوة مقبول وأن حلوة مجهول بين هذين محاكي نمرك ابو داود نينو يلا دو وكام صو صالح حتى سو كنقدا ضياء المقدس نو يلا دو اسناد وحسن نو نو سو سو شيخ حديث ضعيف انه سن كينين او كان محاكي نين كان ليدا عبد الرحمن المسلي ابو وبره
ومن إيه من الطبقة الكبار في التابعين. هذه الطبقة أنا ولا سعودية حديث كذا ظن كاركم مقنن بخاري بسعودية علم الدين بسعودية أحمد بسعودية حفاظ رمبر نقاشية الطبقة الكبار نمرك حجيزة يعني استشهادة يعني كالقاضة أو فيرية رواد فيرية إذا سنة وحكى لو قبل مجران أون كاهين جهالة حالي جهالة حالي عبد الرحمن المسلي مجول عين معها ولأنه وحا سبع عدو يشرح عين مدينة وحكاها الله وحكاها الله أبو بكر البزاري هل راوي وحافظ هكوري عبد الله داود الأودي هكوري لكن إنه مجول حال بيا يا مرة قولي هذا متأخرين تاع جهالة مر بيسن كينين تضعيف كينين لعلو طبقة الرجل الراوي معك إذا مرك حقيقة كجرا معناها رمني مراقبة حقيقة كجرا وحوك كجرا أحد والله بمك هذا حوي الدين إذا كفر سوي معك إيمان كرا ما حد دنا وكنت تسؤال شاني سيدا نين لو ويدين حاجك سمحت كل شيء ما دام أنت أصل شيء بعد دعي كرتو قط قط خنيس كده وحد الله إيمان كفر سو وحد ثمين هذا وجكات سو معناها سلوك شيء مراقبة صوم بكسو قريب معنا كل هذا إيه مقرية مجرى والله سبحانه وتعالى أعلم.